راحت فين دي على الصبح؟ يا صباح الخير. كنت فين؟ هكون فين يعني؟ كنت في الحمام وبشقر على البيت. ما تيلا قوم عشان نمشي. يا لهوي يا مسبتي. ايه مالك؟ البوك بتاعك كان هنا راح فين؟ البوك ده ولا ايوه هو هات بقى لو عايزاه. تعالي خدي. ايه ايوه وبعدين معاك يا عبد. ما تجيب البوك بتاعي. مش هنديهولك. طب يلا قوم بقى احسن كده هنتاخر. طب ما تيجي نترازلوا على بعض حبه كمان نعمل استباحه يعني عشان نبقى ايه ولا ايه. سي محمد ما تصحى يا سي محمد. يو سي محمد ما تصحى يا راجل. هو بس شو عدولة يوه سي محمد يا راجل انت واكل تطورة. يوه طب لو ما صحيتش بقى اني هنمشي. ها هات البوك بقى. ها مش هنديهولك. ما بلاش هزار امال وهات البوك. ماني قلت لك ضاع مني يا انيس مش مصدقه فتشين يمكن. ها ولا ها ما بلاش ما نهدم مال يا عبد. هات البوك بقى. استني يا انيس اما نشوفه عنطور الا اني اتاخرت قوي. ليه لو انت مش هتوصلني يعني الاول. ها لا انا لازم ارجع البيت دلوقتي. تصدق يا انيسه هتصدق ان شاء الله الوليه مراتي ما شافتش خلقتي من امبارح. طب هات البوك بقى. ها راجل هو طلع ايه حصار رزين قوي. هنطول تاني جاي اهو شاوري له انت يمكن يقف. ها ادي الهاه ولا ايه. تعالى يا انيسة اول ما سمع الهاه بتاعتك الحصان وقف على طول. لا يا هاني ايدك يا انيسة. تعال 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 يا انيسة جاري هنا. اطلع بينا يا اسطى على حارة الفراهدة. طب هات البوك تاني. خدي البوك اهو يا انيسه. هات. الله امال فين الفلوس اللي كانت هنا وفرده الحلقه كمان. فلوس ايه وحلقه ايه؟ من ربع ريال موجوده اهو. ده كان 4.5 ريال وفرده حلقه كمان. على ايدك هنا يا اسطى. تعال هنا يا عبد الرزاق. رايح فين؟ امشي عرباجي. نمشي ولا نستنى؟ استنى ده مع فلوسي. انت هتمشي ولا ايه؟